صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأيام في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام هي مثل أيامنا هذه؟ هو الظاهر، نعم هو الظاهر، الله يخاطبنا بالأيام التي نعرفها، وقد جاء في الحديث الصحيح أن أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وفصلت خلق في يوم كذا كذا وكذا، وخلق في يوم، هذا مذكور في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم وغيرها، تفصيل هذه الأشياء. نعم.